بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه ومصنفاته في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب 23، كتاب البر والصلة. باب ما جاء في عقوق الوالدين. والعقوق عكس بر الوالدين، يبقى بر الوالدين هو طاعتهم والمصارعة في مرضاتهم وعدم إيذائهم، والعقوق هو على خلاف ذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الترمذي في سننه الحديث 23 بعد 2000، قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ وطبعا هنا مقدرة من أي من أكبر الكبائر. ليه بقى؟ لأن إيه؟ الكبائر كتيرة، بس يارد حديث اثنين ثلاثة، حديث تاني يجيب لك 10، حديث تاني يجيب لك واحدة. يعني وارد بعض الأحاديث يقول لك من أكبر الكبائر خوضك في عرض أخيك المسلم. هذا حديث أهو، إنك تخوض في عرض أخيك المسلم يعني تغتابه أو تخوض في عرضه يعني تعيب فيه، دي من أكبر الكبائر. وإحنا الوقت عاديين شغالين على النت وعلى اليوتيوب وعلى كل حاجة، قاعدين نعيب في بعضنا البعض، حتى إن لم يسلم حتى العلماء والمشايخ وحفاظ القرآن من إن ده يعيب فيه وده يهجو ده، ودي من أكبر الكبائر. فناخد بالنا، لأن بقت منتشرة الحكاية دي، خوض المسلم في أخيه المسلم، فدي إشكالية كبيرة واعين فيها، وهي كبيرة من الكبائر الشائعة الآن، يمكن أكتر من شيوع الزنا وشرب الخمر، هو الخوض في ايه؟ في اعراض المسلمين. فاياكم اياكم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا، فقال: وشهاده الزور او قول الزور. الشك من الراوي، يعني النبي قال يا إما قال قول الزور أو قال وشهادة الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. يعني إيه؟ شفقة عليه، لأن النبي إيه كان بيتكلم وهو متكئ كده، لما وصل بقى لشهادة الزور إيه اعتدل صلى الله عليه وسلم إيه وجلس. فقال: وشهادة الزور أو قول الزور، وكررها كتير لدرجة الصحابة شفقة على النبي قالوا يا ليته سكت، لأنه كانوا بيحبون. لكن ليه كرر النبي شهادة الزور أو قول الزور؟ لشيوعه. الإشراك بالله ليس شائعا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، لأن النبي قال: ما الشرك أخاف عليكم. لكن عقوق الوالدين قد يكون موجود، لكن قول الزور وشهادة الزور أشد من عقوق الوالدين، فهي منتشرة لسهولتها، واخد بالك، واستهانة الناس بها. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحاجة اللي هي عند الله عظيمة ونحسبها هينة وهي منتشرة، جلس بقى وظل يكررها ويكررها ويكررها صلى الله عليه وسلم. فإياكم وشهادة الزور. ولما يجعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله، ده الدليل انه ليه من الكبائر العظيمة، لان الله قرن
قرن عبادته بالإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن دي بدي. فعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم قرن الإشراك بالله بعقوق الوالدين، فنسأل الله السلامة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وقول الزور اللي هو الكذب والبهتان، الكذب والبهتان. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث. سموه أبو بكرة ليه؟ النبي سماه أبو بكرة ليه؟ عشان لما حاصر الطائف نفيع بن الحارث نزل للرسول صلى الله عليه وسلم على بكرة من فوق حصن الطائف بحبل على بكرة وأسلم، فالنبي سماه أبو بكرة، لكن هو اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يبقى متى يشتم الرجل والديه؟ لما يشتم غيره. أما يشتم غيره يقول له أبوك وأمك، التاني هيرد عليه يقول له أبوك وأمك، فمعناه لا تكن بذيء ولا تكن شتاما ولا تكن عيابا، إياك إياك. ومن ضمن بقى الكبائر كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال كمان السحر من الكبائر، وقال قتل النفس من الكبائر، كبائر كثيرة. وقال الزنا من الكبائر، وأشد الزنا أن يزاني الرجل حليلة جاره كمان، يعني أن يزني بحليلة جاره أشد عند الله من أن يزني بمئة امرأة لشدة حرمة الجار، والزنا بالمحارم أشد وأكبر. يعني الزنا في حد ذاته كده كبيرة، لكن الكبيرة بتتفاوت كمان. والسرقة من الكبائر، وكل ما يستوجب حد من الكبائر، وكل ما يستوجب لعن من الكبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة والسالقة والحالقة والشاقة، اللي تحلق رأسها عند المصيبة وتشق ثيابها عند المصيبة وتصوت وتنوح عند المصيبة، كل دي من الكبائر وهي منتشرة. وشرب الخمر من الكبائر، والقمار من الكبائر، وقذف المحصنات من الكبائر. فالكبائر كثيرة وعلينا أن نتجنبها، ربنا يخلصنا منها يا رب العالمين. وأظهر الكبائر وأشهرها غيبة المسلم. طول النهار الناس قاعدة تجيب في سيرة بعضها طول النهار، ودي غيبة. وغيبة المسلم الميت أشد من غيبة المسلم الحي، لأن الحي يمكن يعرف يدافع عن نفسه، لكن الميت خلاص مات. اوعى تجيب سيرة ما بني آدم مسلم مات، وديك انت شايف حتى العلماء لا يسلموا من غيبة، يذكر العلماء اللي ماتوا واخد بالك ويعيب فيهم. خلاص بقى رحمه الله، اذكر الأقوال ورد عليها، ولا داعي انك انت تعيب في القائل. القائل أفضى إلى ما قدم، يمكن ربنا يغفر له. ابن تيمية مثلا رحمه الله قال حاجات خالف فيها الإجماع، يبقى ناقش ما خالف فيه الإجماع، لكن ما تعيبش في شخص ابن تيمية، مات رحمه الله. فهمت ازاي؟ ليه تعيب في شخص الإنسان؟ رد على القول، ولا تعيب في أشخاص الناس، لأن لا تدري يمكن ربنا يغفر له. أنت مالك أنت؟ أنت عليك أن تحذر من الأقوال أو تحذر من الأفكار الخطأ فقط، وتترحم على قائلها ولا تعيب لقائلها، لأنه ما زال مسلم ودي حرمته. حتى لو خالف الإجماع مسلم برضه، حتى لو فعل كل الكبائر مسلم برضه. فهمت؟ فاذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. شوف النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم،
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. اوعى والناس لحد دلوقتي قاعده تعيب في الصحابه، اللي يعيب في معاويه بن ابي سفيان، واللي يعيب مش عارف عشان هو بيمثل نفسه ان هو ايه يعني بيحب سيدنا علي، واللي بيحب معاويه يقوم يبتدي يعيب في اهل البيت وشغل حك. لا سيدنا علي عف معاويه بالرغم ان هو خلفه، ولا معاويه عف سيدنا علي بالرغم ان هم حاربوا بعض. التزموا الادب، فاحنا ازاي نعيب؟ فهمت؟ فلازم نكف عن ذكر مساوي الموتى، مالناش دعوه. افضوا الى ما قدموا، ربنا يحكم بين العباد ونقول اللهم ارحم المسلمين والمسلمات. ما يمكن ربنا يردي ده مع ده، ما يمكن ربنا يوم القيامه يصالح علي على معاويه ويخشوا الاثنين الجنه وتفضل انت واقف بره لانك شتمت معاويه ورحت في داهيه، وربنا يردي ده مع ده وانت واقف انت بقى بره، اطرد انت بره، اطلع انت. السلامه لا يعدلها شيء، السلامه لا يعدلها شيء. هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ اللسان اللي شغال ليل نهار ده قاعد بيعمل كبائر كثيره جدا، يمكن اللي بيشرب الخمر وساكت اخف حرمه من اللي قاعد بلسانه يخوض في اعراض المسلمين بالذات الموتى منه. فاياك اياك، فربنا ينجينا من هذه الكبائر. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيشتم اباه ويشتم امه فيسب امه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اكرام صديق الوالد. يبقى من بر الوالدين انك انت تسعدهم وترضيهم في حال حياتهم، وبعد وفاتهم تبر اصدقائهم واحبابهم واقاربهم. فهمت بقى ازاي؟ يعني البر لا ينقضي بموت الاب والام، لا، ده بيستمر حتى بعدهم. ببر ايه؟ بصله الرحم، فالرحم هم قرابتك من جهه الاب والام، يبقى تبر الخالات والاخوال وتبر العمات والاعمام واولادهم اللي هي عيلتك واسرتك من جهه ابيك ومن جهه امك، تصلهم، لان ده من باب صله الرحم ومن باب بر الوالدين. ومش كده وبس، مش الرحم كمان بس، لا، وصديق الوالد كمان اللي كان ابوك بيحبه وصديقه يستريح له، تبره بعد وفاه ابيك وتسال عليه. وكذلك صديقه الام. الام مثلا كانت بتستريح لبعض الايه الستات وعندها صديقات كده تقعد معاهم وتتكلم معاهم وتستريح معاهم، بعد وفاتها تود هؤلاء. فهمت بقى؟ من ابر البر ود الرجل اهل ود ابيه. حديث كده، من ابر البر ود الرجل اهل ود ابيه. وشوف النبي وجمال النبي صلى الله عليه وسلم لما جات له شيماء اللي هي اخته من الرضاع، جات له مع وفد هوازن، والشيماء دي كانت اخته من الرضاع، اخته كبيره اكبر، يعني كانت سنها اسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصحش تقول اكبر من رسول الله، خد بالك، اوعى تقول كده، غلط، تقول اسن من رسول الله. فكانت اسن من رسول الله وجات له في وفد هوازن بعد غزوه حنين. قام النبي عمل ايه؟ قلع العبايه بتاعته وفرشها لها تقعد عليها. شوف الاكرام. فكان النبي كده وصول لرحمه صلى الله عليه وسلم. وكان يود كمان امراه عجوز كده غريبه الشكل، واحده عجوز كانت ستنا عايشه تتعجب، ايه العجوزه دي اللي انت كل ما تجي لنا يا رسول الله تقوم تهش وتبش لها وتستقبلها وانت قائم وتقعدها وتكرمها؟ قال انها كانت تاتينا ايام خديجه. اكراما لذكرى خديجه، يوم ايه؟ يكرم من كان ياتي ايام خديجه. يعني مثال للبر والوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن كذلك، لان رسول الله المفروض هو قدوتك واسوتك صلى الله عليه وسلم. فناخد بالنا من الحاجات دي، مهمه. باب ما جاء في اكرام صديق الوالد. وعن ابي قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا حيوه بن شريح قال اخبرني الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أهل ود أبيه يعني أهل محبة أبيه، يبقى الود هو المحبة.
وطبعا هنا يبقى من باب اولى اهل ود امه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالام 3 مرات وبالاب مره، مش كده برضه؟ يبقى معناه هنا من باب اولى اهل ود الام ايضا داخله في المساله. قال: وفي الباب عن ابي اسيد قال ابو عيسى: هذا اسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه. باب ما جاء في بر الخاله. الخاله اخت الام، واحنا قلنا الام مقدمه في البر على الاب، يبقى الخاله مقدمه في البر على الخال، والخال مقدم في البر عن العمه، لان العمه من جهه الاب، والعمه مقدمه في البر على العم عشان العمه من جنس الام، وهكذا. يبقى عندك مقاييس في ذهنك، فاهم؟ وبنات العمه مقدمين في البر عن ايه؟ ابناء العمه. وبنات العم مقدمين في البر على ابناء العم، يعني كل ما كانت انثى برها اوجب من الذكر ب3 مرات، لان هي من جنس الام. كل دي ناخد بالنا من الاحكام دي، مهمه، لان الناس دلوقتي بقت بتقطع رحمها. باب ما جاء في بر الخاله، والخاله اللي هي اخت الام. وعن ابي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا ابي عن اسرائيل حاء قال: وحدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدويه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن ابي اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخاله بمنزله الام، الخاله بمنزله الام. وفي الحديث قصه طويله، وهذا حديث صحيح، بينوه على قصة طويلة المذكورة في الأحاديث الأخرى، زي في البخاري مثلا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعايز يرجع المدينة وخلص الفتح، جريت ورا مين؟ بنت عمه حمزة، قالت: يا عمي يا عمي، عايزة تمشي معايا لأنها كانت قاعدة في مكة، فشبطت فين؟ في النبي، عايزة تجري. فقام سيدنا علي راح واخدها وقال: قال ابنة عمي أنا أولى بها، ودفعها لإيه؟ لستنا فاطمة بنت النبي، زوجة سيدنا علي، عشان إيه؟ تاخدها تربيها. أم سيدنا جعفر أخو سيدنا علي الكبير قال إيه؟ يا رسول الله، ابنة عمي وخالتها تحتي ومراتي خالتها، أنا أولى بها. جاء سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنهم جميعا قال ايه؟ يا رسول الله، ابنة اخي، لان كان الرسول اخى بين حمزة وبين زيد. فقال: يا رسول الله، ابنة اخي، انا اولى بها. فاتخانقوا الثلاثة على مين؟ على بنت حمزة. مين اللي يتولاها ويرعاها ويربيها؟ سيدنا علي قال بنت عمي، سيدنا حمزة قال ابنة عمي وخالتها تحتي، وسيدنا زيد قال ايه؟ ابنة اخي. فالرسول قضى على ايه؟ قال: هي لحمزة، لتقديما لجانب الخالة، فإن الخالة أم، قال كده، فإن الخالة أم. وعلشان كده لما تموت الأم الحضانة تنتقل لمين؟ للخالة مش للعمة. لما تموت الأم وطفل صغير محتاج حضانة، الحضانة تروح للخالة على طول، ما تروحش للأم، للعمة. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده في الحديث ايه؟ قصة. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر ابن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ شوف بقى النبي قال له إيه هو الذنب، يبقى لا يستفسر، لأنه مش عايز يفضحه، هو يكفي أنه هو ندمان خلاص. ما عندناش احنا صكوك الغفران بتاع النصارى، يروح هناك يعترف عند القسيس علشان القسيس يقول له خلاص غفرت لك ويدفع له مبلغ. ما عندناش احنا دي في الاسلام، ما عندناش. الانسان اذا فعل الذنب وندم وتاب خلاص، ما تقولوش ولا تذكره كمان. وانت لما يجي لك واحد يقول لك انا عايز اتوب عملت ذنب، ما تقولوش عملت ايه،
كمان ما تستفصلش، لأنه لا يحب أن يفضح. ففي الحالة دي إيه؟ تقول له خلاص باب التوبة واسع يا ابني، باب التوبة واسع، وأحسن واعمل إحسان وتصدق وأكثر من الصيام والصلاة لعل الله يقبل منك وخلاص. لكن ما فيش إيه؟ إنك أنت تستبين نوع الذنب إيه. فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ يعني علشان يبر أمه يقوم ببره لأمه يغفر ذنبه، مش فهمت ازاي؟ يبرأ السيئة بالحسنة، يعني يدفع ايه؟ السيئة بالحسنة. فهو عمل سيئة كبيرة او ذنب كبير، يقوم يعمل قدامه طاعة كبيرة، تقوم الطاعة الكبيرة تغفر الذنب الكبير، والطاعة الكبيرة بر الأم. عشان كده النبي بيقول له هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. يبقى بر الخالة من بر الأم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم دله ازاي؟ وفي الباب عن علي والبراء بن عازب وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث ابن معاوية، من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. باب ما جاء في دعوة الوالدين. دعوة الوالدين يعني الدعاء، يعني لما يبقى والديك بيدعو لك ليس بينه وبين الله حجاب. دعوة الوالدين دي دع يعني دعوة مستجابة يقينا، فأنت لما تبرهم تستفيد بدعوتهم. وربما الواحد فينا يكون عايش في ايه؟ في سعادة بسبب دعوة جد من أجداده، أو أب من آبائي، أو أم من أمهاتي، أو جدة من جداتي. يوم ربنا يكفيك كثير من الشرور ببركة هذه الدعوة التي تلاحقك طول عمرك حتى تنجيك من كل مأزق. فالواحد ياخد باله. باب ما جاء في دعوة الوالدين. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. والوالد هنا يعني جنس، يعني تدخل فيه الوالدة من باب أولى، مش الوالد يعني معناه الأب، لا، ده جنس الوالد، وجنس الوالد يدخل فيه الوالدة والوالد. فهمت بقى ازاي؟ فيسموه الألف واللام هنا للجنس، واضح؟ ودعوة الوالد على ولده، وعلى هنا بمعنى اللام يعني لولده. ليه طب قال على ولده؟ يعني ودعوة الوالد لولده على بره، فكأنه ضمن معنى تضمين معنى البر. فشوف النبي فصيح ازاي، فقال ايه؟ ودعوة الوالد على ولده. على هنا مش مقصود ان يدعي عليه يعني دعوة، لا، ده النبي يريد ان يضمن ان الدعوة دي مقابلة لشيء عمله قبل كده، يعني دعوة الوالد لولده على ما قدمه له من بر. فهمت بقى ازاي؟ يسموه التضمين، لما يجيب حرف يعدي بحرف غير متوقع. انت هنا الحرف المتوقع ايه؟ اللام، ودعوة الوالد لولده، ده الحرف المتوقع اللام، ودعوة الوالد لولده، صح؟ لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئك ويروح جايب لك ايه؟ حرف مش متوقع، ودعوة الوالد على ولده، عشان ينبهك ان الدعوة دي على فعل قدمه الابن من الاول وهو البر. يسموه التضمين في لغة ايه؟ في البلاغة، علم البلاغة، لما تيجي تدرس علم البلاغة في باب اسمه باب التضمين، يعني ضمن جملة غير مذكورة تعرفها انت من المعنى. فهمت ازاي؟ ويبقى عندك ذكاء كده. ودعوة الوالد على ولده. قال ابو عيسى وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن.
وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى ابن أبي كثير غير حديث. باب ما جاء في حق الوالدين، يعني حق الوالدين عليك تأدي ازاي، متى تؤدي حق الوالدين، ادي معناه. يعني هم ليهم حق عليك لانهم ربوك وانجبوك وراعوك واحبوك وتحملوا المشق من اجلك وكانوا يقدموك على انفسهم، وما فيش حد يتمنى ان يبقى انسان احسن منه الا الاب والام، اعرف دي كويس، فيش حد يتمنى ان يبقى احسن منه واحد الا ابيك وامك فقط، هم دول بس اللي يتمنى تبقى احسن منه، وبالتالي ليهم حق بقى عليك لما قدموك على انفسهم، ليهم حق عليك كبير. وعن ابي قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني امتى تأدي حقه؟ لما تلاقي ابوك عبد رقيق وتروح تشتريه عشان يعتق، يبقى هنا اديت حقه. شوف قد ايه بقى. طبعا هو ايه معلوم ان مجرد ان الابن يشتري ابيه عتق في الحال، عتق في الحال مش مستني ان يحدث عتق، وان كان بالظاهرية خدوا من ظاهر هذا الحديث ان علي ان ينشئ العتق بعد الشراء، عشان قال لك يشتريه فيعتقه، فخدوا بظاهر الحديث، لكن لا، ده هو يشتريه فيعتق بمجرد الشراء، فالفاء هنا للتعقيب وليس لإنشاء حكم جديد، فهمت؟ خلافا للظاهرية الذين قالوا علي أن ينشئ العتق بعد الشراء، فهمت بقى؟ لكن الجمهور على خلاف ذلك. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل ابن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل ابن أبي صالح هذا الحديث. طب وانت تعمل ازاي الوقت وانت مفيش الوقت رق؟ طب تعمل ايه؟ تكون سبب لأن يعتق رقبة أبيك من النار بانك انت تدعو له كثيرا، فهمت ازاي؟ اما تكون سبب لعتق رقبه ابيك من النار يبقى انت الولد الصالح الذي يدعو له، يعني معناه اكثر من الدعاء لابيك بان يعتق الله رقبته من النار ويكون عتقه من رقبته من النار بسبب دعائك له، فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده شوف بقى حافظ القران يوم القيامه العامل بيه، يعني حافظ القران يؤتى يوم القيامه يشفع في 10 من أهل بيتي وجبت لهم النار. فلما يجي واحد من أهل القرآن يوم القيامة وجلى أبوه وجبت له النار فقام شفع فيه وخده معاه الجنة، هنا قام بحقه، هنا قام بحقه بقى، فهمت بقى إزاي؟ فاحرص أن تكون من أهل القرآن، فاحرص أن تكون إيه؟ من أهل القرآن. خد بالك من الحكاية دي، عيب أما بتبقى تدرس في الأزهر وأنت مش حافظ القرآن، عيب، عيب عليك. لازم طالما هتدرس تحفظ القرآن كله وهو ميسر، ما تقوليش أصله صعب، لا ميسر، وجربنا ولقينا ميسر، جربت تلاقيه ميسر، ربنا قال له قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك. احفظ القرآن، اعمل لك خطة، قسم القرآن كل يوم احفظ لك 5 آيات هتلاقي نفسك ختمت القرآن على طول، لو حفظت ربع كل أسبوع تختم القرآن في 5 سنين، انت قاعد هنا في مصر 5 سنين تدرس، احفظ ربع كل اسبوع تختم القران في 5 سنين ترجع بلدك معاك شهاده من الازهر وحافظ القران، فهمت بقى ازاي؟ انما تلبس العمه وانت مش حافظ القران، عمه ايه دي بقى؟ عمه على اي دماغ دي؟ دماغ فارغه ما فيهاش حاجه، لازم تحفظ القران، فهمت بقى ازاي؟ علشان لما تيجي يوم القيامه تلاقي حد من اهل بيتك وجبت له النار تاخد بايده وتدخله الجنه على طول، فهمت بقى يا استاذ؟ ناخد بالنا من الحاجات دي. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.